مشاهدينا، وللحديث بتفصيل أكثر عن الاتهامات في الفساد في منصة بيع الدولار للمسافرين في العراق وفشل إجراءات البنك المركزي والحكومة في ضبط سعر صرف الدينار أمام الدولار، معنا من أوسلو الخبير والباحث الاقتصادي العراقي الدكتور سناء عبد القادر. مرحبا بكم دكتور. أهلا، مرحبا، مساء الخير، تحياتي لكم جميعا. مساء الخير ومشاهديكم الكرام. أهلا بكم. هل ترى بالفعل أن منصة بيع الدولار للمسافرين في العراق كانت حل منطقي لمكافحة تهريب الدولار؟ أين تكمن المشكلة وأين اللغز في أنها لا زال نزيف الدينار مستمر رغم اتخاذ هذا الإجراء؟ من حيث الأساس، نعم، والمنطق والمبدأ هو صحيح. لماذا؟ لأنه الآن تعليمات البنك المركزي العراقي أنه تسمح للمسافرين بتحويل 3000 دولار على شرط أنه يبرز جواز سفر كامل، يعني رسمي، وكذلك الهوية الوطنية، وكذلك تذكرة السفر، وكذلك البوردينج كارد. يعني عندما يبرز هذه المستمسكات داخل المطار، نعم، سوف يتم الحصول على 3000 دولار. طيب، لكن في عدم وجود هذه المستمسكات لا يتمكن المسافر. هذه من ناحية. من ناحية ثانية، أنه في بداية العام الجديد هاي قرارات البنك المركزي العراقي لا يسمح بتداول الدولار الأمريكي داخل السوق العراقية، وحتى بالنسبة للبنوك التي لديها حسابات بالدولار قبل، يعني في هذه السنة 2023 تتمكن من سحبها بالدولار في السنة القادمة 2024، لكن الذي يضع هذه الأموال في بداية سنة 2024 سوف يأخذها بالدينار العراقي. وأنا تكلمت عن هذه المشكلة سابقا، أنه يجب أن نحارب دولارة الاقتصاد الوطني العراقي، يعني عدم التعامل بالدولار الأمريكي في السوق الداخلية العراقي. نعم. طيب، هنا أيضا لماذا لم تستفد الأسواق العراقية من أغلب مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار في ظل حاجة السوق المستمرة والماسة لاستقرار الأسواق الداخلية؟ هناك ما يسمى بالمضاربات، يعني عن طريق السوق الموازية يتم رفع سعر الدولار الأمريكي، نعم، عن السعر الرسمي الذي هو 1320 دينار، نعم، عراقي للدولار الأمريكي. لكن هذه المضاربات والسوق الموازية تعمل بعمل خاطئ وتؤدي إلى تدمير الاقتصاد الوطني العراقي. لذلك يجب أن نشدد الرقابة القوية. طبعا هنا نحن لا ننسى وجود فساد موجود في الهيئات الرسمية العراقية، نعم، ويجب علينا أن نحاربها. نعم. أيضا وجود مصارف تتبع لإيران وللأحزاب السياسية، إلى أي مدى يزيد من التخبط الحاصل في إجراءات البنك المركزي العراقي، والذي أيضا يدفع واشنطن للتشكيك بما يجري الإجراءات التي تتخذها الحكومة؟ بدون شك أنه عدم تطبيق الإجراءات الرسمية التي يطلقها البنك المركزي العراقي، ووجود فساد موجود، ووجود ما يسمى بالمكاتب الاقتصادية التابعة للأحزاب السياسية والتي تقوم بتحويل العملة الصعبة العراقية إلى إيران أو غير إيران، وهذه هي النتيجة. علينا القضاء على هذه المكاتب الاقتصادية بالدرجة الأولى إذا أردنا أن يتعافى الاقتصاد الوطني العراقي. نعم. أيضا الخبراء يتحدثون عن 400 مليار دولار خسائر العراق من النقد الأجنبي خلال 20 سنة من مزاد العملة بالتحديد. لماذا تصر الحكومة الحالية على استمرار مزاد بيع العملة مع أقرارها؟ هي تعلم أنه هذا باب أساسي من أبواب الفساد وأضعاف اقتصاد البلاد. الإصرار هو ناتج عن نتيجة الفساد وعدم معرفة والإضرار بالاقتصاد الوطني العراقي. لذلك هذا المبلغ 400 مليار دولار، أو حتى بعض الباحثين الاقتصاديين يقولون أنه 350 مليار. نحن لدينا أرقام أنه علينا أن نأخذها بنظر الاعتبار ونحارب هذه الظاهرة. نعم. طيب،
في ذات الوقت يعني عملية صعوبة الكشف عن هذه العمليات، لدينا خبر يقول الكشف عن تورط ضابط برتبة عقيد بعمليات تهريب الأموال ضمن شبكة تهريب ببغداد وكذلك البصرة. هل يمكن لهذه المنظومة الأمنية الحالية أن تنقذ العراق بالفعل وتحمي اقتصاده، وهي في ذات الوقت هناك أحزاب متنفذة، شركات تتبع الأحزاب، أيضا يعني ضباط داخل المنظومة الأمنية متورطون بالسرقة وبتحويل الأموال؟ نعم، الجواب هو أنه علينا القضاء على الفساد. طالما الفساد موجود، طالما توجد هذه المشاكل، وسوف يكثر عدد الناس الذين يعملون في تهريب العملة الصعبة، علينا أن نضبط منافذ الحدود، علينا أن نشدد الرقابة الأمنية، علينا أن نعمل على وضع الرجل المناسب في المكان المناسب. وهذه مسائل كلها يجب أن نهتم بها، وبالدرجة الأولى على الحكومة العراقية، على وزارة الداخلية، على وزارة الدفاع، على كل ما يتعلق بالأمن الوطني العراقي، والذي له تأثير كبير على سير ونمو وتطور الاقتصاد العراقي، أن تكون لدينا رقابة قوية على هذا الموضوع. نعم. من أوسلو الخبير والباحث الاقتصادي العراقي الدكتور سناء عبد القادر، شكرا جزيلا لوجودكم معنا.